المنشد الديني المسيحي، بنرحب بيك من إرم نيوز. اهلا بيكم. احكي لنا قصتك بقى يا مينا. احكي لك قصتي الاول، اعرفك بقى بنفسي الاول. انا مينا عاطف، عندي 24 سنه، بحلم زي ما اي مطرب يعني او فنان بيحلم طبعا يبقى ليا شغل وشركه انتاج والكلام ده. قصه جت معايا في الاول ان انا طول عمري طبعا برنم في الكنيسه من وانا صغير، والحان بقى كنسيه وكده بالظبط. فابتدى الموضوع يوسع شويه بقى وادخل كورالات كتير كنسيه واخد جوائز، فعرفت بقى ان صوتي حلو والناس ابتدت تشجع والكنيسه ابتدت تشجع واهلي ابتدوا يشجعوني. فجت لما دخلت الجامعه جت بالصدفه كده مسابقه غنى، فرايحها لقيتها انشاد، فقلت لهم يا جماعه انا ضارب مشوار رخم يعني فانا هخش. فقالوا لي بجد انت عايز تخش؟ طب انت حافظ حاجه؟ قلت لهم حافظ يعني دخلوني بس ما كنتش دعوه. فدخلوا سالوا اللجنه اللي جوه ينفع معانا واحد اسمه مينا ومسيحي وكده ينفع يخش؟ فقالوا واحد يعني مفيش مشكله. دخلت لقيت بقى بشريه كتير قوي، مثلا بتاع 120 واحد وانا قاعد لوحدي، انا الوحيد اللي مسيحي في المكان كله. فمستني بقى اطلع اشوف هعرف نفسي اقول ايه ولا حاجه، فكله طالع بيقدم نفسه السلام عليكم بقى وانا مش فاهم برضه اطلع اعمل ايه. بس ف قمت جه دوري فقلت لهم مساء الخير اسمي مينا. فالشيخ كده اتصدم بقى، ايه اللي جابك هنا؟ فقلت له هسمعك حاجه كده مولاي للنقشبندي. فقال لي طب اتفضل. نقشبندي؟ اه. فرحت مسمع وكده حته، راح قال لي طب كفايه وسمعني ترنيم. فقلت له ماشي، سمعته برضه. طلب كمان طلب ان انا سمعته ترنيم، فسمعت ترنيمه و... طب انت فاكر المقطع اللي انت قلته للنقشبندي وقتها؟ اه طبعا. قوله كده. اقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو همس دعائي، أدعو همس دعائي بالدموع ينادي. الله عليك. وقتها بقى قالك ايه؟ بس وقتها قال لي شكرا وبتاع، واخدت بعض بقى ومشيت. فخلاص انا كده مش هكسب يعني. ف انا داخل بس اللي هو ايه، انا ضربت مشوار وداخل اغني وامشي. وبعدين بس بعدها باسبوع لقيت رقم بيتصل بيا ومكتوب وزاره الشباب والرياضه ووزاره التعليم العالي وحاجات غريبه يعني. فرديت ايوه مين استاذ مين عاطف؟ ايوه حضرتك خدت اول جمهوريه انشاء ديني اسلامي. نعم. فاللي هو ازاي حضرتك يعني انت متاكد يعني انت باصص في الاسم طيب او اي حاجه؟ قال لي ايوه استاذ مينا عاطف. قلت له ايوه. قال لي حضرتك خدت اول جمهوريه انشاء ديني اسلامي وعندك جايزه لازم تيجي تستلمها في الوزاره. فافتكرت بيهزر برضه، فروحت الوزاره فلقيتهم فعلا محضرين شهاده تقدير وجايزه ده انا نجحت بجد يعني. مولاي ان ببابك، مولاي ان ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلا يا سندي. قلنا بقى مينا قصته أول ما بدأ الإنشاد، أنتوا شجعتوا إزاي وعملتوا إيه؟ هو بابا كان بيشغل على طول مولاي، وبعدين مينا سمعه كده فحفظها. جه مرة بيقول ده أنا كنت في الجامعة ودخلوني المسابقة وطلع انشاد وقلت مولاي وقلت ترنيمه، وقلت له طيب خلاص يعني هم قالوا لك ايه؟ قالوا ولا حاجه، انا طلعت وخلصت وخلاص. فبنفاجئ بعد كده لقيناهم بيتصلوا بيقولوا ان انت اخدت اول جمهوريه انشاد ديني، فما كناش مصدقين زي مينا وانشاد ديني واول على الجمهوريه يعني كان معاه 120 واحد بينشدوا. يا
يعني هو بيقول الترانيم او الانشاد بتحس بكلماته، يعني بحس كده جسمي بيقشعر في الترنيم، عيط كده بحس بيه. هو عنده احساس جميل قوي في الغنى او في اي حاجه بيقولها بحس بالكلمات بتاعته. قولي بقى، انت اول ما الموضوع ده حصل وبدات تتعرف، اهلك مفيش اي حد من اهلك او اصحابك عرضوك من ديانتك؟ من ديانتي لا بصراحه خالص، يعني في من المسلمين كتير. ليه بقى؟ الله اعلم، انا عايز اعرف ليه، بس هو كتير بقى، يعني كتير قوي. يعني اي حجتهم كانت ايه؟ الحجه يعني اللي هو بقى انت يعني انت مين انت عشان تنشد لديننا، او انت مش في يوم من الايام هتنشد في الازهر، فانت بتوجعوا دماغنا على الفاضي. يعني هما شايفين انك غير مؤهل مثلا، حاجه زي كده. طب ايه الكومنتس اللي جات لك؟ الكومنتس اللي جات لي معظمها او اكتريتها ربنا يهديك للاسلام. والله بابا اصلا من زمن الزمن وصوته حلو، يعني بابا كان صوته حلو اصلا، فكان على طول بيشغل في البيت مولاي من وانا صغير، يعني اللي هي كانت بتيجي على القناه الارضيه، فكان بيقعد يقلد النكشمندي وانا كنت بسمع طفل يعني مش فاهم. بس انت شايف ان ده في استعراض اكتر للصوت الانشاد؟ جدا استعراض، احساس، كل حاجه. عامه بتعملي اعظم حاجه في الكون بتكلمي ربنا، مفيش حاجه احسن من كده يعني. يا اللي عايز يرتاح البال تعالى للمسيح، يا اللي عايز يرتاح البال، ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يدعوك.